السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. عواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد. واليوم عندي فكرة جديدة، طريقة تقديم العصير اللي كيتشرب كيكون في لاكورنيش عند موالين الكروسات وفي بناديريات او في الباتيسري. كطلبوا العصير، هذا هو السر. العصير كيفاش تقدر تحضره في البيت بيدك. عندي كأس الحليب، عندي العقدة ديال الخوخ، كاينه حتى هاد القرعة الصغيرة هادي، وكاين ملون صناعي. ها هو عندنا جوج الالوان على حسب نتوما اش من عصير غتعدلوا، واش داد الخوخ ولا داد الليمون ولا داد اناناس، كيبقى الاختيار ديالكم. وعندي كيلو د السكر سنيده، وعندي ملعقه د الصودا، كنكتفي غير بهذا القدر، ما كنعمروش الملعقه بزاف. وعندي هذا الطحين، هذا اللي كيتقل، هذا هو اللي كيتقلنا السوم، وكيكون بهذا الشكل هذا. الاسم ديالو ما كنعرفوش، وانما كتمشيو عند مول اللي كيبيع مواد غذائيه وكيبيع هاد العقدات اللي هنايا، كتسقسيو على الطحين اللي كيتقل السم. يلا نخليكم مع با، هو اللي غادي يوجد، هو اللي غادي يوجد هاد العصير. كيجي صراحه رائع وما كنشبعوش منه. دابا ساعه كنبقاو نقولوا له يعدلوا. وبالنسبه لهاد الطحين هذا كتقدر تستغنى عليه، يعني ماشي شي حاجه ضروريه. كيكون عندنا البرمه فيها 5 لتر الماء، 5 لتر د الماء باش نبداو العصير ديالنا. دابا شنو غتعمل با؟ دابا غادي يعمل الصودا، هي الاوليه يحرك حتى تدوب الصودا. دابا غادي يدي العقده عند الخوخ، كيعمل منها غير جوج الغلايق صافي ديالها جوج المرات بهذا الشكل هذا. هذا هو اللي كيعطينا النكهه ديال الخوخ. ساهل البنات، ماشي صعيب، وكيجي رائع. غادي يزيد با شويه، عمل ثلاثة، وغادي يبقى يحرك. غادي يزيد دابا السكر، جوج الكيلو السكر، وهو هنا عنده جوج الكيلو د السكر. بالحق هو غادي يعمل غير كيلو فقط، هو عامل يعني كنتانس كيعدلو عينو ميزان. ثم استعملوا من الاحسن استعملوا كيلو د السكر، يعني ديك الحجم الصغير كيلو د السكر، عارف القياس. دابا غيبقى يحرك مزيان. دابا غادي يضيف الكأس من الحليب، وغادي يحرك مزيان. وهنايا البنات قبل ما غادي يضيف الباقه اللي ديك الطحين اللي كيتقلنا العصير، عمل هنايا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده باش يحرك معاه هذا الطحين هذا، باش ما يتكورش في العصير ديالنا. كيخلطوا مع السكر مزيان عاد باش غادي يضيفوا على العصير ديالنا. هالقوام ديالو
نسمع رأي عاد الخوخة البنات. صافي كيبقى هيدا كيحرك حتى كيحس بداك السكر داب مرة. ودابا غادي نضيف الملون. هو اذا بغيتو تكتفيو بهذا اللون هذا الخوخ بلا ما تزيدو الملون اللي غادي يزيد با. دابا كما كتشوفوا كيعمل هو غير شويه الملون، ما كتعملوش بزاف حيت راه كيطلق البنات من واحد الدرجه اللي ما تتخيلوهاش. كيعمل عي شويه بهذه الطريقه وغادي يضيف العصير ديالو ويستمر في التحريك. العصير ديالنا واجد وبالصحه والراحه ها انتما كما كتشوفوا. ودابا غادي نعملوه في هذا كاس التقديم ان شاء الله. ها انتما كما كتشوفوا معنا انا كملت العصير. دابا انا نزلته في مائده الافطار كيجي خاطر البنات غزال هاد الشكل هذا كيشهي. مع المغرب بقى ما ادنات لو بالصحه فطوركم البنات وشهيه طيبه وتقبل الله صيامكم. انا هي عندي زلافة الحريره شويه البطيطات بطبط وتمر شباكيه ومشلاضه وهذا الشيء اللي كاين البنات. ايوا بالصحه فطوركم وتقبل الله صيامكم والشهيه طيبه.